للمباني حكايات كثيرة، نمر على الأماكن ويمر بنا الزمن، نطرق الأبواب وننظر عبر نوافذ الأمل، نقف أمام جدران سجلت التاريخ وحملت من أسرار الرحلة أجملها. قصص كثيرة، سعادة، تحدي وأمل، لكن من أهم هذه الرحلات هي رحلة الحب، الحب الذي لا ينتهي مهما طال الوقت أو مر الزمن. الآن بعد أن بنينا القصة دعونا نحكيها. أسوان 1957، بنت شركة درة ضريحاً لأقوى رجل في عصره، السلطان محمد شاه الثالث أغا خان. بني الضريح على الطراز الفاطمي فوق تل رملي على ضفاف النيل، وشهد قصة حب أسطورية تحدث عنها العالم، جمعت بين السلطان أغا خان وزوجته الحبيبة. كانت زوجة السلطان المحبة تأتي إلى الضريح كل يوم عبر مركبها الشراعي الذي ميزه أهل أسوان، وعند رؤيته يقولون في طريقها لتضع الوردة الحمراء على قبر حبيبها، وظل ذلك لمدة 43 عاما، وظلت تلك الوردة الحمراء تخلد ذكرى حبهما حتى الآن. فلم تنتهي القصة بل مستمرة. هذه القصة تثبت لنا أن تشييد المباني ليس فقط حجارة ورمال، فالمباني حكايات نسكن فيها وتسكن فينا. نحن في درة نبني التاريخ ونصنع القصة، ونصحبك خلال الرحلة. عيد حب سعيد، درة.